عندي انا عندي صاحبتي مسكينه عندها السرطان ما عرف شحال هادي 4 سنين وهي كتعاني منه، ودابا جا جبناها المره فنيه ميته. واش تيو د 12 درهم ما عندهم شي في السبيطار تقداش تيو تصويرو ما عندهم شي؟ اذا هذا ماشي سبيطار، هذا ملي تيو د 12 درهم ما عندكم ما عندهم شي في السبيطار ماشي طبيب هذا، وما فيهش المسؤولين. الناس كتموت هنايا. ديك النهار طلعنا عند المراه على غفله، جبنا المراه مسكينه مريضه مسيبه حاشا كامله متخخخه بالبول كامله مفزقه كامله هادي ما عندها حتى واحد. اذا ما كاينش اللي غيقابلها في سبيطارات المغرب، ما عندناش يا اخي احنا المقابله في المغرب وما عندناش السبيطارات، عندنا كلشي بالفلوس. ديك الراميت اللي عطاو ما كيبالي حتى حاجه، كل شيء بالفلوس. اي تحليله خرجوها لك واخا تكون هنايا كيصيفطوك للزنقه تعدلوا. اللي ما عندوش يموت، اللي ما عندوش يمشي ينتحر. هاي مسكينه مسيبه ما عندها حتى واحد، ما كاينش اللي غيساعدها حتى واحد، ني جمعيات ني حتى حاجه. اخي انا طحت حاشاكم طيحتني واحد الحماره، ايوا جيت نهار الاربعاء، ايوا داروا لي هادشي هذا، وبات هنا في تطوان مع شي جيران. من بعد جابوني لهنايا قالوا لي دابا هادشي هذا استنى حتى نهار الاثنين، والحرق فيا وما قدرتش نستنى في هاد الساعه. واش غادير دابا؟ وانا كنتسمى فانتيا تما عندي والده ما عندي الاب ما عندي، تي كتشوف غير الجيران والعائله كيوقفوا معانا. المهم تعاونوا معانا وباغي نخرج في حالي من هنايا وصافي. علاش باغي تخرج؟ بغيت نمشي ندير يدي غنبقى في الحرق هيدا. عشان نبقاو نستناو حنا الاثنين الاربعاء الخميس، خاصني نمشي في حالي من هنايا باللي كان غندير العمليه واخا يكون لي كان. ايوا هذاك الشيء اللي كاين. المهم السبيطار اخواتي اللي كيجي لهنا الله يحفظه وصافي. اي والله كلشي مسيب، النهار غدا النهار غدا اضراب فلا شي واش شي هذا كامل. غنبقاو نستناو غير الاضراب، اللي مهرس اللي مشتت العطام ديالو اللي ايوا اللي عطى الله هو هذا. هاد السيد بوفري يتيم وما عنده لا يماه ني باباه، وبغينا نوقفوا معاه في سبيل الله. وجبناه نهار الاربعاء باش يعدلوا له العمليه، وزقوا ما عدلولوش العمليه، والدري بوفري فيه الحرق وما قدرش يصبر. ودابا هما جالسين كيديونا ويجيبونا اليوم غدا بعدو غدا، قالوا لنا نهار الاثنين الاضراب الثلاثه ما كاينش الخدمه، قال لك حتى نهار الاربعاء، والدري بوفري فيه جوج تريسات وما قدرش يصبر. ودابا الناس كيديونا ويجيبونا وحنا ما تقبلناش هذه الوضعيه هذه، وخصنا نعالجوا السيد باش ما كان، نعالجوها باش ما كان. كاين المحسنين كيتعاونوا معنا، وحنا بغينا نوقفوا مع هذا السيد في سبيل الله. المشكل اللي عندنا حنايا في سبيطار صنيع درمل، حنا ولادنا مراتين ما كنجبروا حتى شي حال، كنمشيو للمواعيد كتنا مواعيد طويل المواعيد طويل، هذه هي الاوليه. وثانيا ما كنجبروش الدوان ولادنا، وثالثا باش نعملوا العمليه كتك مواعيد طويل، وداك العايف الحاله خاطره ما يمكنوش يبقى في مواعيد طويل، تيجبرها بالعمر ما حتاش ست شهور سبعة شهور باش تخرج لبرا خص يكونوا عندك الفلوس. حنا ما عندناش في الساعه باش نعدلوها بالفلوس. وثانيا مور هادشي هذا انا بني بالتوحد وبالسرطان كنجي نطلعوا نربط عاود ما كنجبروش باش نطلعوا. الجمعيات اللي كنمشيو ليها كيقول لك الجمعيات اللي كنمشيو ليله جمعيه كتصيفطنا جمعيه، كنا كنجبروا جمعيه واحده الحد سلم هو اللي كان كيركبنا وكان كيعملنا التحايل. دابا كيقول لك الدعم ما كاينش حتى هو بده معلوش باش يعطينا باش نطلعوا. وثانيا فوق هادشي حنا كنتكرفسوا لا في الطوموبيل ولا في التحاليل ولا مع الاطباء ولا مع اي حاجه. حنا ولادنا مراتين وما خصناش يزيدو نكمل عليهم في حالة صحي، كنجيونا كيتكرفسوا علينا، هذا كيسيبنا عند هذا لا بتحالي بالموعد ديالو طويل ولا بالعمليه الموعد ديالها طويل ولا بالادويه الدواء ما كاينش. وحنا ولادنا مراتين ماشي هما مساكن نورمال عاديين، مرت السرطان هذه الاولانيه وعنده تسا واحد هذه الثانيه، ما كنجيبوش لا باش نطلعوا للرباط لا باش نركبوا، وكنطلعوا تما وما كنجيبوش شي حاجات اخرين. هادشي اللي كنطلبوا، كنطلبوا الدواء وكنطلبوا الورق باش نطلعوا، وكنطلبوا التحاليل ولادنا او العمليه ديال اللي ماطي بحال هيدا يعطونا اقرب وقت، ما كنطلبوا حتى شي حاجه، ما خصنا فلوس ما خصنا والو. انا عندي الدماله حاشاك بالمسائل دنسا، عييت ماشيه ماجي عييت ماشيه ماجي ما كاينش اللي تشوف فيك مره. اما انا واحد المراه ارمانه ما عندي اللي يصرف عليا حتى ريال، ريال هو ريال ما كاينش. انا بالجوع والدار ذكرى كل نهار انا مهدده بالزنقه عند مول الدار. شنو مشي كاين في سنة ما كاينش اللي هذا الطبيب ما جاش ما عندناش يمشي غدا بعدو ديلو شهر شهرين. دابا هادي شحال ست
سنين انا ماشيه وماجيه على واحد الدمالو، عندي التهاب من المسار من نفخه، نرجع بحال الطبل ندخل عندهم هاك كتبوا لك الورقه اقول لك مشي شري. انا خصني نشوف الالم اللي عندي داخل. تينا شفتي لي قوزتي لي الراديو، عملتي لي التلفزيون، باش نعرف شنو عندي تما. ما عندي حتى شي حاجه، حنا عايشين واحد العيش ما عندي ما نقول لك، عايشين مكرفسين، الله اللي عالم بينا. هذا هو، والله يهديهم، والله يهديهم، الله يهديهم علينا.